فكبرت معي الموهبة هذه وحب الناس وحب العمل الإنساني في كل مكان. في كل مكان المجتمع ده لازم يكون سليم. إذا أنت تحب بلدك تحب مجتمعك لازم تحافظ على صحته وسلامته. فالناس لازم تحصل من يستمع له ويهديها بالذات في هذه الأوقات. نحن في أوقات عصيبة، أوقات أوبئة، أوقات حروب، أوقات فقر، أوقات بطالة، أوقات عدم عمل، عدم رواتب. ما عادش الناس تفرق إنه أنا خايف من المرض أو خايف من الموت. فالحالة دي تحتاج لحمامية أكثر عشان أنا أقربها مني، لا أكثر ولا أقل، أخليها ترتاح نفسيا عشان تقدر تتكلم. نقول نكسر حاجز الخوف، لازم نحب نفسنا أكثر.